نحكيو توا على البريود هذه نتاع راس العام، التونسي وراس العام كيفاش يحضر له ولا ما عندوش؟ ما عندوش، عنده التونسي ما عنده شيء يا ولدي، كي غلط هو زيت الحكم ما عندوش باش يعمل عظمه، ما العظم ما عادش. انا واحد من الناس قلت للمراه خذي كعبتين عظم بلاك الطفله في الجمعه، كعبتين عظم في الجمعه. ماش العظم؟ ما ثماش مفقود وسميد ما فماش، اللي تحط على يدك ما تلقاش. اش باش نعملوا هنا؟ وشنو تقول لي راس العام؟ انا راس العام. الناس تحتفل. واش يحتفلوا؟ ودي ناس ما عنديش ناس، والله العظيم والله العظيم يدوروا كيكه بالفارغ، ما ثم حتى شيء. هاني ناس من الصباح نبيع في قطعه 5000 فرنك، حتى واحد موقف عليه. قداش قداش ويمشي على روحه. استسهل وكهو، ما عندهم حتى شيء. العباد فارغه فارغه ما عندها شيء. الانسان تعرف شو يتمنى؟ انا واحد من الناس نتمنى في بدو زيت نتاع 5 لترات زيت حاكم. هذه امنيه. هذه امنيتي الوحيده في العام الجديد اخويا. باهي خويا اكثر من هذا باش نزيدك؟ ما نزيدك حتى شيء. الخبز تو نحو الفارين ولوا يبيعوا في خبز السميد. باكل الشيء الفلاني. يعني ما عاد خلتينا على شيء يا ولد عمي. ما خلتينا على شيء. الله يجري على الصلاح لك هو، ربي يرحمنا ورب ان شاء الله يتهبين لنا في سمومنا وكهو. هذا كهو يا اخوي، ان شاء الله ان شاء الله سنه اداريه موفقه ان شاء الله.